خطى واسعة تسيرها مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة العربية السعودية لهذا العام نحو احتواء تداعيات وباء كورونا الذي كبد العالم خسائر بشرية ومادية. وبلغت مساهمة أعضاء دول مجموعة العشرين وبعض الدول ما يزيد عن 21 مليار دولار لدعم مكافحة كورونا والنظم الصحية، وتأكيدا على أهمية تضامن الجميع في مواجهة الأزمات لحماية الأرواح والدول ذات الدخل المنخفض. And how that's shaping our thinking. We always aim to be clear about evolving science, and we're committed to accountability for everything we do and say. ودعت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين المجتمع الدولي إلى القيام بالاستثمارات الصحيحة لضمان استعداد أفضل ولتفادي التكاليف الصحية والاجتماعية والاقتصادية الكبيرة المرتبطة بالوباء العالمي. هذا وقد عززت منظمة الصحة العالمية تعاونها مع المصرف الأوروبي لدعم الاحتياجات الفورية المرتبطة بكوفيد 19 من أجل بناء نظم صحية منيعة وترقية الاستثمار الصحي، فضلا عن تسريع وتيرة التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة. China has most probably and most likely all the expertise needed to do these investigations. They have a lot of very qualified researchers to do that. But as I said, it's very useful sometimes to have discussions and to have collaboration with groups and with researchers and with people from all over the world who have had gone through similar events and similar studies. تمر منظمة الصحة العالمية بأكثر المراحل حرجاً في تاريخها جراء طريقة إدارتها للأزمة الذي اجتاحت العالم، وتتعرض المنظمة لانتقادات بتواطئها مع الصين مما وضعها في مرمى الاتهامات من دول عديدة، كما يرى البعض أن المنظمة تأخرت في إطلاق التحذير لتجنب إغضاب الصين الناشطة في مختلف هيئات الأمم المتحدة. وعلى النقيض تعمل رئاسة المملكة بإسهامات ملموسة ودعم لا محدود للاستجابات الدولية وحالات الطوارئ على المستوى العالمي. جهود دولية تبذلها مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية لسد الفجوة التمويلية من أجل توفير المتطلبات الصحية لمكافحة فيروس كورونا. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.